بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعد ما عيدنا لعيد صعود الرب الجسد للسماء، نقيم اليوم تذكار أباء المجمع المسكوني الأول اللي انعقد في مدينة نيقيا عام 325، انعقد لحتى يجاوب على بدعة أريوس، يعني الهرطقة، يعني الكلام غير الصحيح غير مطابق للإنجيل اللي شوش الناس لبعض الوقت. الآباء المؤتمنون على الإيمان قالوا كلمتهم وأعلنوا أن الإيمان الذي تسلموه من الرسل والذي عاشوا بموجبه هو هذا الإيمان الذي نتلوه في دستور الإيمان. هن حددوا دستور الإيمان اللي نحن منقوله كل الداس، ونبذوا اعتقاد أريوس على أنه اعتقاد غريب عن الإنجيل لأنه ينكر ألوهية المسيح. ما كل الخلاص مبني على أنه الله نزل من السماء ليصنع تدبير خلاصنا لينقذنا من الموت ويعطينا الحياة. ليش هني اضطروا أنه يقولوا ليجتمعوا ويقولوا كل هذا الكلام؟ لأن غيرتهم على خلاص الناس توجب عليهم إظهار العقيدة السليمة للناس، لأنه إذا ما كان الناس عندهم اعتقاد صحيح في المسيح يهلكون. يسوع المسيح لو كان فقط إنسانا وما كان أيضا ابن الله أي الكامل الألوهة، ما كان طبيعتنا نحن البشرية قد تمجدت، لأنه المجد الأزلي الذي للطبيعة الإلهية الذي عند الابن قد سكبه وحل في ملئه بالطبيعة البشرية لما اتحد ابن الله بطبيعتنا وصار ساعتها اسمه يسوع أي الله المخلص. اسمه وحده بكفي دل على أنه ليس إنسانا فقط بل إلها وإنسانا معا. وقت اللي قال المسيح على الصليب لقد تم، كان بيقصد أنه قد تمم خلاصنا، تم بموجب اتحاد طبيعته الإلهية بطبيعتنا البشرية. وقته هو انقض على الجحيم، أباد مملكة الشر وحل البشر من قيود الجحيم ومنح الناس الحياة بعد بدل الموت. بالتالي مثل ما بيقول الآباء أنه نحن ما بقى عنا بقى إلا فرح الخلود، فصارت قيامة المسيح هي قيامتنا، وصعود المسيح إلى السماء هو صعودنا أيضا، وتمجيد المسيح عن يمين الله الآب هو تمجيد لنا أيضا إن كنا آمنا بيسوع أنه ابن الله ووحدنا أنفسنا في جسده المقدس. بغير هذه الحقيقة ما في خلاص. الرب هو اللي قال لم يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن البشر الذي هو في السماء. يعني هيك حتى يأكد أن ألوهيته اتحدت بطبيعتنا البشرية، وهذا معنى النزول أي تواضع ونزل إلى بشريتنا. بس هو بالوقت نفسه لما نزل لم يزل مع الآب، لأنه هذا منه انتقال مكاني، أنه هو بيكون موجود بمكان وما بيكون موجود بأماكن أخرى، هو في كل مكان لأن الله لا يتجزأ. كلمته تبلغ إلينا وكلمته تبقى معه وفيه، لأنه ما ممكن الله يبقى بلا كلمة أو بلا حكمة. وكلمة الله تنزل إلينا لتتحد بطبيعتنا حتى ترفعنا إلى السماء، وهيك ساعتها طبيعتنا البشرية نالت مجدا في ملكوت السماوات. هذا هو غاية تدبير الله. لهيك بيقول الرب يسوع بإنجيل يوحنا أنا قد أتيت إلى العالم لتكون لهم الحياة وتزداد لهم، مش بس
هالايام اللي بيعيشوها على الارض لحتى تكون ايام لا نهايه لها. هذا هو الهدف، وحقق المسيح هذا الهدف بموته على الصليب. مشان هيك هو كمان قال: كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن البشر لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يؤمن بشو؟ يؤمن انه ابن الله الذي صار انسانا. اذا ما بيؤمن هيك وبانه صلب من اجل ان يبيد الموت ويعطينا الحياه بدل الموت، اذا ما كان هذا هو الايمان الذي نعتقد به نهلك. ولكن من يؤمن هذا الايمان لا يهلك. من يؤمن ان المسيح فداه بالصليب لا يهلك، اما من يرفض الايمان بان المسيح افتداه بالصليب يهلك. سلامة الايمان، سلامة العقيدة تضمن الخلاص. يعني ما بيقدر حدا يجي يقول بس انا هذه الشغلة بقبلها وهذه الشغلة ما بقبلها. بدك تاخذ ايمان الكنيسي مثل ما اعلنوا الاباء القديسين، مثل ما بشروا فيه الرسل. ما في كل واحد يعمل كنيسة على ذوقه ويقول انه هو بيامن بيسوع المسيح، حتى ولو اجتزأ من الكتاب المقدس آيات وقعد يتنطص فيها انه هو مستند على هذه الآيات، وهو في الظلمة يقيم لأنه أعمى ما بيفهم شو عم بيقرأ. سلامة الإيمان أساسية. من ينكر ألوهية المسيح يعني ينكر أن يسوع المسيح هو الحياة وأنه معطي الحياة، وبالتالي يرفض هو الحياة لما بيرفض ألوهية المسيح. بالتالي ما بيكون المسيح نهج حياة له. معرفة الله الحقيقية مرتبطة مش بس أنه هو الخالق، مرتبطة أنه أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. معرفة الله مش بس أنه الله خلق العالم كله، وبالتالي بيحكوا ناس آخرين أنه هني كمان بيأمنوا بالله مثل ما نحن منآمن بالله. الله اللي نحن منعرفه غير اللي الله اللي هني بيعرفوه وبيحكوا عنه. الله اللي نحن منعرفه هو الله المحبة، المحبة الذي أحب العالم، هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. بالتالي من يؤمن بالله يجب أن يؤمن أيضا بالابن، أنه من الله خرج وأنه إله كامل. اللي بيقول أنه بيأمن بالله بس بيرفض أن يكون الابن إله بيكون ما بيأمن بالله. المسيح أعلن لليهود: لو عرفتم الآب لعرفتموني، لأني أنا في الآب والآب فيا، وأنا والآب واحد. إذا ما بدك أن تفهم من الأعمال التي أنا عملتها أني في الآب وأن الآب فيا، وأن الآب أنا أعمل الأعمال التي يعملها الآب، إذا هذا ما فهمته فإذا أنتم رافضين الله كله سوا. مشان هيك أعلن لليهود ويقول للذين يرفضونه اليوم انه انتم ما بتعرفوا الله بالاساس، ومشان هيك عم تتفزلكوا بالكلام لحتى ترفضوا حقيقتي اني من الاب خرجت والى الاب اعود. ينال الحياه الحقيقيه الابديه كل من يؤمن بالله الحق الاب والابن والروح القدس. من يعرف ويعترف بيسوع انه ابن الله يكون قد عرف الله. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. وهو أيضا قال: هذه هي مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الابن ويؤمن به أنه ابن الله الكامل الألوهى تكون له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. بدي هون تلاحظوا شيء، لأنه شو يهوى بيتفزلكوا بالحكي بيفكروا حالا شطار وهم أغبياء، انه بيقول ايه هو الابن ما نحن كليتنا ابناء. لا، هو ابن الله بمعنى انه كامل الالوهة. رئيس كهنة اليهود الغليظ القلب اللي هو ناوي نية شريرة ان يحكم على يسوع، لما سأله هل انت ابن المبارك فاجاب يسوع: نعم انا هو. شو قال؟ لقد جدف، لانه عمل حاله اله، عمل حاله الله. إذا كان الغليظ القلب والكافر والناكر فهم
أن يسوع عندما يقول أنه ابن الله معناه أنه كامل الألوهة. بيجوا هدول اليوم لإحساسنا مبلط وقلوبنا معتمة يقولوا أنه لا، وما نحن كنا منصير كمان أولاد الله. نحن ما منصير أولاد الله أي من جوهر الله، نحن منصير أولاد الله بالتبني، لأنه الله بيسكب نعمته علينا لما من آمن به. وقت اللي بيقول أنا أقيمه في اليوم الأخير معناه هو الحياة، هو يعطي الحياة، هو يبعث الحياة فينا. ومين بيعملها هذه غير الله؟ بس هن بيقروا ما بدهم يفهموا، أظلمت قلوبهم. لهيك نحن بنطلب أنه يبعد الله عنا هذه الظلمة التي في قلوبهم، وخلي قلوبنا نيرة حتى نفهم بالروح القدس حقيقة الله الآب والابن والروح القدس. ليش سلامة العقيدة كتير مهمة؟ لأنه أساسية لخلاص الناس. ومشان هيك بولس الرسول بأعمال الرسل اللي سمعناها اليوم، لما جمع أساقفة أفسس حذرهم من الهرطقات، وقال لهم أن هؤلاء الهراطقة الذين سيقومون من بينكم هدول ذئاب خاطفة، وحوش لا تشفق على الرعية، لأنه بدن يحرموك عن الحياة، بدن يقتلوكم. هن الذين يسممون أفكاركم وقلوبكم لكي تموتوا وتهلكوا. حذرهم من تعليم غير المطابق للإنجيل، بيقول لهم سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. تنبهوا إذن، احذروا من هؤلاء. وقت اللي الكاهن بيحذر الرعية من شهود يهوى ومن أمثالهم، لأنه مش بس وحدا هن الهراطقة، فتحذيرنا نابع من حرصنا على خلاصكم. بولس الرسول بيقول لهم احذروا لأنفسكم، يعني هن بدأن يسهروا على إيمانهم الشخصي، ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. حرصكم على الإيمان نابع لأن هذه الكنيسة هي كنيسة الله، ولأن هذه الكنيسة قد ابتاعها الله بدمه. شهود يهوى بحرفه حتى الإنجيل بيقولوا بدم ابنه، ما يأغبي دمه يعني دم ابنه، لأن الابن هو الذي تجسد. بس هني ضالين ويريدون أن يضلوا الناس، لأنه هون هو عم بيأكد بولس الرسول أن هذه كنيسة الله التي اقتناها بدمه، والذي سفك دمه على الصليب هو يسوع ابن الله الأزلي. بالتالي الابن معادل للآب في الجوهر وفي الألوهة. ما بس هيك، وقت اللي بيقول الروح القدس أقامكم فيها أساقفة، روح القدس هو روح الله، وهو الذي أقام رعاة في الكنيسة ليرعوا كنيسته. هني وكلاء أسرار الله، مقامون بالروح القدس، مش منتخبين من الناس، مقامين من الله. ومشان هيك بده الله يحسبهم إذا هني علموا التعليم الصحيح أو ما علموا التعليم الصحيح، إذا سهروا على خلاص الرعية. وبالتالي الروح القدس هو الله أيضا. واضح من هذه العبارة بأعمال الرسل أن الله هو الآب والابن والروح القدس، وأنه هو عم بيعتني بالكنيسة. وقت اللي بيقول المسيح أنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر، الابن موجود من خلال الروح القدس الذي يعترف في داخلنا بأن يسوع رب. لهيك الكهنة والأساقفة الذين يعلمون الإيمان ويقدسون الرعية بالأسرار الإلهية، لأنه بواسطة الأسرار تنسكب النعم الإلهية على المؤمنين. فواضح أن الله كلمته فيه وأزلية فيه. ما كان في وقت من الأوقات الله كان خال من الحكمة ومن الكلمة، غير ناطق، ولكن في وقت من الأوقات كان الله بلا روح وبلا حياة، لأنه ساعتها بيكون صنم، ما بيكون الله الحي الخالق، الله الذي نؤمن به والذي بشر به الرسل وحذر بولس الرسول
من أن ننكره هو الله الآب والابن والروح القدس. مشان هيك بيقول بولس الرسول إلى أهل غلاطيا: لو جئناكم نحن، يعني لو حدا شاف أنه بولس أو شكل بولس جاي، أو ملاك من السماء وبشركم بغير ما بشرناكم به فليكن أناثما، يعني ليكن ملعونا ومفروزا. هذا بتشحطوه من البيت وما بتستقبلوه، ما بتقولوا له الله معك، لأنه الله منه معه، هو ما بده يكون مع الله. حافظوا على الإيمان لكي تخلصوا، هذه الجوهرة الكبيرة اللي نحن حاملينها المؤتمنين نحن عليها، بدنا نسلمها لأولادنا، وأولادنا بدنا يسلموها لأولادهم، وهكذا يجب أن يبقى هذا الإيمان حتى مجيء ربنا يسوع المسيح في اليوم الأخير. آمين.